تونس بصدد استرجاع مكانها كوجهة استثمارية، مكانة مهمة في القارة الإفريقية. حضور الكبير هذا يؤكد على هذا الكل، وإن شاء الله الأفاق واعدة. يلزم اليوم متابعة كل ما سيصدر عن هذه الفعاليات، عن هذه اللقاءات. الدولة والحكومة توفر كل ما يمكن من مناخ أعمال، من فرص، ثم القطاع الخاص هو اللي يأخذ القاطرة ويقوم ببقية العمل. هذا دورنا كحكومة، وإن شاء الله المستقبل أفضل. طبعا الإشكاليات عديدة موجودة، نحن بصدد معالجة هذه الإشكاليات، لكن نقول اليوم موجود هناك فضاء ممكن ومتاح لتطوير العلاقات في كامل الدول الإفريقية. هناك توجه كبير، سياسة كبيرة لفتح تمثيليات دبلوماسية في الدول الإفريقية، خطوط جوية، نحينا معناها كل العوائق للسفر إلى هذه الدول والاستقبال هذه الدول، للتعريف بالخبرة التونسية في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال التكوين المهني. هناك طلب كبير على الخبرة التونسية، ونحن سنستجيب لهذا لما فيه مصلحة الدول ومصلحة الشعوب التونسية وبقية الشعوب.